مشاهدينا سأخذكم إلى الجزء الثاني من حلقتنا لهذا اليوم، وهو الجزء الذي تعودنا أن نقف عنده وعند الحدث المهم الرياضي. طبعا حدثنا المهم الرياضي هي مباراة الجوية والخالدية البحريني في دوري النخبة الآسيوية ليفل 2، إذ عقد اليوم الثلاثاء المؤتمر الفني الخاص بمباراة القوة الجوية والخالدية البحريني التي ستقام الأربعاء ضمن دوري أبطال آسيا 2، وسيرتدي الصقور القمصان البيض والسراويل الزرقاء في مواجهة الأربعاء، ويواجه فريق القوة الجوية مضيفه الخالدية البحريني الأربعاء ضمن دوري أبطال آسيا 2. وقد باشر فريق القوة الجوية تدريباته بعد وصوله إلى العاصمة البحرينية المنانة يوم أمس، ويلتقي القوة الجوية مع الخالدية البحريني مرة أخرى على ملعب البحرين الدولي في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت العاصمة الحبيبة بغداد. يذكر أن فريق الخالدية قد تفوق على الجوية في مباراة الذهاب التي جرت في بغداد بهدفين مقابل هدف واحد. هذه اللقطات اللي نشاهدها مشاهدين الأحبة واللي نعرضها لحضراتكم هي للحظات وصول البعثة العراقية الجوية إلى العاصمة البحرينية المنامة، مرورا طبعا من مطار بغداد الدولي ووصولا إلى المنامة، حيث وصلت البعثة بحفظ الله ورعايته، وبالتأكيد الجوية أنهى تحضيراته لمواجهة الغد اللي أأمل أن تكون جوية بإذن الله تعالى. طبعا نأمل الموفقية والنجاح لفريق القوة الجوية في هذه المهمة، رغم أنه فريق الخالدية من الفرق المهمة من الفرق الكبيرة اللي جاء إلى بغداد وخاض مباراة على ملعب المدينة وتفوق على الفريق الجوي بالرغم من أنه يلعب خارج أرضه، وفريق القوة الجوية فرط بفوز كان مستحق نوعا ما لأنه لعب بين أرضه وجماهيره، لكن التفوق البحريني كان حاضرا.